انا ادور عليك من مكان لمكان ومن سكه لسكه وانت هنا. يقولوا انك اشتغلت مع ابو معيوف وعاد خلاص مذهب لك غرفه ويسكنك معه، هذا الكلام صحيح؟ ايش عندك؟ تفضل خلصني، لا تعكر لي مزاجي. عفا عليك يا صديق، كان صديقك واخوك. خلاص ابوي عاده انسى ذاك الموضوع، انا والله ترى ما قصدي اني اخبر سليمان بالموضوع، لكن تراجعت كذاك، خلاص انسى الزعل وخلنا نرجع مثل الاول. الله يهديك. قلنا لك انت ايش تبغى انت؟ لا تقص العيد وتزيد. عندك كلام ثاني يقول ما عندك تفضل كمل دربك. تو انت ليش تتشحط ايه؟ انا قايل لك بالزين ترى؟ مو تشوف نفسك انت يعني كبير يعني؟ محتاجين لك انا قاعد ادور عليك؟ انا ما محتاجين لك، انا ابو نور انت ما عرفت زين، فهمت؟ اقول لك شيء، خير وجواب للسفيه السكوت. اوه بعدك تقول امثال وتقول حكم. تبطرت علينا ابو شنب، رفعت راسك فوق، لكن قلت لك ما علي انا، لكن انا الغلطان، انا اللي جاي ادور عليك. دك دك شنب دك، تقول حبل بطلوع. نعم ان شاء الله ما تشتغل. ان اللي صار كان بسبب شموس، هذا قصدك يعني؟ ما اقدر اظلمها، يمكن اللي صار عن قصد او عن غير قصد، الله العالم. بس كل اللي انا متاكده منه ان عامر شافني متاخره عشان كذا تعصب وسوى اللي سواه. زيانه، انا ما اقدر احكم على كلامك لان عارفك انك بتغطين عن زوجك عامر، لكن انا بسال شموس وبسمع منها ويصير خير. الله يخليك يا اخوي، اطلبها منك طلبه عشان خاطري تتغاضى عن هذه السالفه، يسد عامر واللي سويته فيه وهو معذور، عشان خاطري، عشان خاطر الصغيرين. ما علي طيب، لكن بعدني بسال خالد عن اللي صار بينه وبين ابوه في السكه، وعلشان اتاكد اكثر بسال داود. اذا كنت مخبيه شيء عني علشان خاطر زوجك عامر. افا عليك يا اخوي يا سليمان، افا عليك. انا لو صار ما صار مستحيل اكذب عليك، وبعدين اليوم الجمعه اجازه الصغيرين، خليهم راقدين مرتاحين. زين انا بتغاضى هذه المره وبخلي عمري ما سمعت شيء ولا شفت شيء لحد ما اتاكد من شموس. على فكره هي وينها؟ ما شوها في البيت. خير؟ ما شاء الله، اشوف بينكم اتفاقات ووعودات، مو سالفه ومو ذي الهديه. خبرها وايش بغى اجيب لك انا من الصحراء؟ خبرها. لا خبرها. تو مو هذه المعازمه بينكم؟ خبرها ما خبرها. خبر قولوا مو هناك، مو سالفه. وين باغني اجيب له ضب؟ ضب بسم الله الرحمن الرحيم. ضب مراد، حد يهدي ولده ضب؟ مو اسويبه. تراني قلت له اخذ لك سيكل ولا دراجه من ذيل ابو يتو طايحات يشتغلن بالديزل، قال له وين يبغى ضب؟ هذا انت يا ولدي، مو باغل له نوبه الضب الله يهديك. ها الصغيرين يربيوا دجاج، يربيوا ارانب، يربيوا طيور عصافير، وانت باغي تربي ضب يكون تفزع الاوادم؟ انا اقول ايش ليش؟ اسمع مسكي، انا ربي ضب لا إيه؟ عشان يكبر 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 يسوي ديناصور. مبروك مبروك يا عامر، ما شاء الله. الصراحه انا ما مصدق نفسي انك تروح تبيع ذيك السياره وتشتري الدراجة هذه. انا ما مصدق نفسي. مبروك. الله يبارك فيك يا ابو معيوف. صدق انا بعت السياره لاني حاس اني منحوس ومحسود فيها من يوم خدتها، كل يوم اطلع من مشكله وادخل في مشكله، عيون الناس ما ترحم. المهم زين سويت، بعتها وتخلصت منها. دوك انا اسير الدكان واشقر على العمال هناك موجودين كلهم واشوفهم، وانت خذ هذا البيستين. ها لا ما يحتاج الخير واجد. حنمو ليش؟ خذ صرف على عمرك، فرفش نفسك، حاسس الناس كلها انك تعيش جالس وتشتغل مع ابو معيوف. تفضل ما دام كذاب يلا خبرك. يلا زينه، وقول لك عن تنسى تسوي وخبرتك عنه. ان شاء الله ولا يهمك. حاضرين. حياك. ايوه برافو عليك. الله الله الله، هو انت لسه هنا ما طلعتش يد يا مصطفى؟ لا انا مش موجود. هو انت شايف ان انا لسه هنا يعني؟ يا سلام على تقل دمك، ولد رهيب ولد.
دلك كويس دلك. انا مش ناقص قرف على الصبح. بقول لك ايه يا مندوح؟ قولي يا اختي. ما تسيبه كده يخرج مع اصحابه شويه يتمشوا ويشموا هوا ويغيروا جو كده بدل المذاكره طول الاسبوع. لا ده كل ما بيخرج بيرجع لي بمصيبه. لا واتخايب زي امه. وانا ايه علاقتي بالخيابه دي دلوقتي؟ ما تسمي الله على الصبح كده يا ممدوح وبلاش تعكنن علينا الاجازه انا والواد. الله والنبي يا روحيه تبعدي عني الساعه دي. انا دماغي مولعه نار كفايه العفاريت الزرق اللي بتتنطط حواليا. يا دي العفاريت اللي عاملين لنا اقامه زار في البيت. طب تصدق بالله انا صعبان عليا العفاريت دي والله تيجي تتنطط وتعيش معانا كده. والنبي يا بابا سيبني اروح معاهم قبل ما يمشوا يسيبوني. والنبي 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 بقول لك ايه يا ابني؟ روح وانا هتفاهم مع ابوك. انت بتتحديني يا روحيه؟ بتكسري كلامي؟ عامله عليا فتوه يا روح امك؟ ايه؟ لا 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 الا ماما، ما تجيبش سيره ماما في الموضوع ارجوك. مش كل مره لما تتصل عليا اقول لها معلش اصل ممدوح مشغول. ليه مشغول عن ماما يعني؟ بصراحه مشغول. وبعمل نفسي مشغول ومش فاضي. ليه؟ لان انا مش المفروض عليا ان اسمع كل حوارات البلد وقصه حياتهم. ثانيه اتطلعت، عدليه جوزها ضربها ورماها من البلكونه وخطف العيال، الواد محروس بقى صاحب العماره وقطع الميه والنور عن السكان. انا اسمع الحاجات دي ليه؟ انا مالي؟ انا كفايه عليا هم المدرسه اللي في دماغي. والنبي يا بابا سيبني اروح معاهم. والنبي قبل ما يمشوا يسيبوني ابص رجليك. والنبي غور غور غور. بص يا ولد انت تروح ترجع لي بمصيبه انت عارف انا هعمل فيك ايه صح؟ عارف. امشي. انت اعطيني الدور بيف احنا بنعطيك جوازي. حتى ولو ما اقدر اعطيكم الدور بيف لين تقولوا لي في ايش بتستخدمه. قول له. اقول لك عم حسين نحن لا اصلا باغين نروح ندور نحل عسل. عسل نحل خالد؟ عسل نحل. زقول انت عجب. شوف عم حسين نحن بروح ندور عسل نحل وبصراحة نريد الدوربين عشان نشوف من بعيد كذا وين 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 النحل رايح، وين يمين ولا يسار عشان لا نمسك لك فتل عسل نحل. صح خالد؟ ليش تكذبوا وما باغين تقولوا الحقيقة؟ خالد هو السبب. خالد؟ أيوة أنت معلمني الكذب. هو علمني الكذب، قال لي إذا خبرناك الحقيقة بتقول زودوا لي غرشة عسل نحل. بصراحة خالد أنت كذاب صح؟ أنت معلمني الكذب. أيوة خالد أنت معلمني. هذا حد يصدق هارون؟ هذا ما حد يصدق هارون، أصلا هو السبب. أقول لك عن حسين أصلا عارف أنت أصلا خايف لا؟ إن احنا نشيل الدوربين ونروح نشوف عليه البيوت صح؟ هي طبعا في أشياء يستخدموها الكبار وفي أشياء يستخدموها الصغار. وانت يا خالد انا ما ابغى استبلى معك في شيء، انا رجال ما مال مشاكل. عم حسين يعني نحن تو مال مشاكل؟ نحن ما مال مشاكل نحن. ما زين عليك عم حسين تقول كذا، نحن ما مال مشاكل. بعد ابغى وازينه ويسوي علينا منيه. ما سمعتك ايش قلت؟ لا 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 ما قال شيء هو قاعد يكلمني انا، صح خالد؟ انت ما قاعد تكلمني انا؟ ما صح. انا ببايعكم الدور بيف لاني اعرف عن طلعتكم الجبل. ها؟ من خبرك السر؟ انت قايل لا؟ والله انا ما خبرته. تدخل والله انت؟ انا ما قايل له. انا عارف انك تلاوى. ما قلت له، انا ما قلت له خالد، انا ما اقول، انا قايل ما خبره. معني بعدين بنتلاقى نشوف كيف من قايل لك ما قايل. علي ما رايح معكم. من علي؟ علي اخوي. علي؟ علي من؟ ما اعرف من. علي اخوي هو مخبرني. معي بال هذاك يا علي اخوي هو مخبرني. قول له علي مخبرني. شوف ما انا مخبرني. أرجوك ببا وافق، أرجوك وافق، والله بيروح علي التسجيل عشان خاطري، ولا يعني مالي خاطر عندك؟ لا 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 لا، هذه الأخيرة بالذات أنت عرفتها، أنت ليش خاطر عندي؟ ولا هذا الدلع اللي مدلعته؟ كيف؟ ما من الخاطر؟ والله عارفة يا أغلى وأحن أب في العالم، عارفة إنك ما مقصر علي بشيء. طيب ودراستك؟ كيف تقدري توفقي ما بين الدراسة الصباح والنادي العصر؟ من هذه الناحية اطمن ببا، أنا خلاص مرتبة جدولي ومنسقة بين الدراسة وبين النادي. وإذا رسبتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن الله بإذن الواحد الأحد أنا ما برسب وبرفع راسك بعد بالشهادة العودة. بس أنت عاد وافق ببا وادعيني بالتوفيق. بس من لسانش كما أمش. لا اله الا الله، ما حد يقدر عليك انت الثنتين. خلاص ابوي سيري سقلي. صح ابا؟
شكرا 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 يا احلى واجمل اب في العالم. يلا با انا بخليك الحين لاني واعده ميمونه نسير البحر. تصدقي انا وافقت على مشاركتك عشان تشيلي الكسل ويدب فيك النشاط. ان شاء الله ان شاء الله با انا الحين بخليك بروح اتجهز عشان اطلع مع ميمونه. الله يحفظك. مع السلامه. مع السلامه مع السلامه. اقول لك با هذا اخر كتاب نظفه. نظفت لك المكتبة كتاب كتاب ورقة ورقة وصفة صفة. ها تخليني طلعته مع ربعي. يا ولدي يا عيسى زين واحد في الإجازة يستغل وقته يقرأ الكتب يقرأ عن التاريخ يثقف نفسه ذاتيا. ترى نحن طول الأسبوع نقرأ ونتثقف حتى المخترع يباله إجازة شوية. ما شاء الله ما شاء الله بعد عندك تحليل منطقي بعد. جو بديع جو جميل. تصدقوا أني أنا صرت مغرم بهذا المكان. هذا المكان اللي يجي وقت شروق الشمس لابد أن يصبح فنان أو شاعر. صدقون عاد مكان ولا أروع. غايته نسوي فيلم ضرابة. يلا يا علي قول أكشن. لا تستعجل لا تستعجل. إحنا فقط جايين نحدد الأماكن ولما نختار الزوايا الجميلة بنصور الفيلم. طيب علي علي هو انا ممكن اعمل دور الولد الطيب وابو شنب يعمل دور دراكولا؟ مو يعني دراكولا بل قال دراكولا بل 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 دراكولا دي الكاريه اللي قتل الناس اللي يذبحهم اللي خنافر ومص الدم من رقبتهم. انت ليش ابويا يسوي دراكولا؟ ما احسن ابوك ممدوح هذا استاذ مالنا هو يسوي دراكولا؟ ما هو كل يوم يدقدقنا في الصف نحن؟ انا ما قلت ايش يعمل دور يدقدقنا، انا قلت يعمل دور دراكولا. انا وين غلق دقدق قاعد تنغنغ انت؟ قسم بالله قاعد تعيق بط. عندك اياه عندك اياه. اقول لك بط. كبر تعيل الاول. اضرب انت الاول. اقول لك تعيل تعيل. عندك اياه. لا تدخل علي. واحد واحد اضرب ايه ده في حاجه بتاكل في جتتي. هذا النوع من النباتات السامه اصلا حتى الحيوانات ما تفكر تاكله. انتوا كيف اصلا هذا في روسيا كانوا يفركوه على المجرمين علشان يعترفوا. يعني انا دلوقتي جوايا سم؟ يعني انا هموت؟ لا انا مش عايز اموت. باباي موتني. انا مش عايز اموت. باباي موتني. طب يعني مو الفرق بينك ابوك ما يموتك وباباك يموتك؟ مو تو يعني الفرق. طيب انا ميت سنك ميت ولا في حضن ابوك اصلا؟ لا انت السبب. سلام عليكم. علامك تهربت تتكلم وحدك تحرطموناك مالك مهنن ومكشوين مو مستوي بكذاك بايع بخساره. خساره لو خساره. اقول قبل لا تشكي وتبكي سوي لي كيلتين طحين وهات لي دقيقتين. يلا حامي ان شاء الله. زين ما شاء الله تبارك الرحمن لا اله الا الله. الله يبارك محفوظه. شوفك توزعت ما شاء الله في التجاره فتحت فرع اخر من جانب الشارع. زين لا بعد استيك جايب معاه مسمد الغلام. زين عامل زين الله يبارك في الرزق. تجاره يا ريت لو فتحنا فرع ثاني كان زين. لكن شوفت عينش من الليل للصباح ضحات عربانته وبيبيع خضرته وبرخص التراب. يعني هو يعني ما يكسب من ورا هذا ابو يبيعه كيف؟ وانت تعرف هذا الرجال؟ انا ما اعرفه. المشكله مش هنا، المشكله انهم ما بيبيعون بما يرضي الله، ولا كان كل واحد له رزقه. كيف لا انت ولا هو عقل من مستفيده؟ خبرك اصبر شويه، انا سيرهالقي اجيب لك اخبار وعلومه. اقول رفيق تو انت من اربابك ومن جابك هنا؟ أنا ما في معلوم عربي. إيه ما في معلوم عربي. كيف عقب أنت قياس ومبسط وما معلوم عربي وتبيع؟ الله يهداك. بس عقب أنت استويت كما صاحب المثل ويقول متى طلعت القصر؟ قال أمس العصر. هذا عصر مالك صبح في معروف. ما تعرف لا صبح ولا عصر؟ عقب تعرف تبيع؟ من أين جايبين هذه الخضرة ولاي منها كلها مبرز فيها؟ أنا بس كله سيبية. هذا كله في ليلى. ليلى؟ ليلى يعني بيع النص مخلص. أما أنت عقبه؟ بقولش خليش منه ترى ما شي فايدة. تعالي أنا قد حاولت معه مرة يجيبه يمين مرة يجيبه يسار ما شي فايدة. كل ما أقول له حاجة يقلبني. المهم تعالي وخليش منه. كيف متسوي الله يديك كيف متسوي؟ يعني بتخليك ذاك يغلبك؟
بغيتي اساوي كي؟ تقدر تسوي واجد. واسمع كلامي انا العاقله، يقول صاحب المثل نازع وما تخيب، اسالك في النزاعة نصيب. لا نزاعة ولا هم يحزنون، وكل واحد رزقه على الله. دحر السهالة دحر السهالة انت. والله يا ولدي كنت خارج المزرعة ويوم جيت لقيت العامل قايب ارباعته ومخلص كل الشغل. يعني ضاع علينا الريال عمي؟ هذا اللي صار. زين يعني انتم ما بنحصل شغل اليوم عمي؟ الحين ما دام انكم واصلين سيروا نظفوا ذاك الفلق وقشروا ذيك القابية برابر وما يصير خاطركم الا طيب. عفا عليك القابية اليوم بتشوف تلق تلق تو بس ساعة اعطينا ساعة والفلق نظيف. عيسى هلا يلا توكل على الله توكل على الله. تراني اقولكم يوم بيجي الوقت المناسب بروح وبتصالح معاه وبراضيه. ومتى بيجي الوقت المناسب يا ابو داود يا اخوي؟ سامحني انا حاس انك انت ما باغي تراضي الرجال بصراحه. يا اخوي يا سيف بيني وبينك انا ابغى شويه قرصه عشان يحس باللي سواه يا جماعه. كل هذه القرصات وما سدنه؟ سقاطين الحاره خلصت. شوف يا ابو داود انا احذرك واقول لك من الحين، ترى هذا ابو شنب لو اشتغل عند ابو معيوف قول على الدنيا سلام، ترى خلاص عاد ما تقدروا تسيطروا عليه. انا اقول لك من تو عامر ما ولد صغير عشان حد يسيطر عليه، ولا علشان يا ابو نوره اقنعته ووديته عند الرجال اللي سوى حروز؟ مو جاب هذه السالفه الله يهديك يا ابو داود، احنا نتكلم سالفه ثانيه. تكلم سيف قول شيء. انا رايي مثل ما قال اخي ابو نوره. يا سليمان يا اخوي سير صالح شمجك وجيبه ودور له شغل، شوف له شغل عندك حتى لو يبيع السمك اللي تصيده، ولا تخليه يصير يشتغل مع هذا اللي يسموه ابو معيوف. ترى كلكم انتوا عارفين اخلاق ابو معيوف وسيراته وجياته يا ناس. هو لو كان باغي يشتغل كان اشتغل معي من زمان، لكن عامر هذا تفكيره غير. شمقي وانا عارفه. سليمان الحبس بس عبد البعث. انت جاي طاير تاكل من هذه النبته؟ ترى ماكل نبته صالحه للاكل يا خالد. ترى ادور حميض انا وما لقيت حميض. يستوي ما تو في الشمس، يستوي بعد المطر. يستوي يستوي مرات في الصيف يستوي. هذه مثل الصخله ياكل اي شيء. يا جماعه انا حاسس ان السم دخل جوه بطني، حاسس ان في حاجه بتتحرك جوايا. يا اخي اذيتنا وياك هلكنا، قلنا لك اصبر شوي وبتروح الحكه. ما تخافش يا مصطفى ما تخافش، بتتعود على الموضوع مثل ما خالد تعود. طب هو المكان ده فيه افيال؟ ما شيء افيال، شيء تماسيح. وين اللي هيجيب التماسيح الجبل بس؟ هو نفسه اللي هيجيب الافيال، اما هم هيجوا في نفس العربيه، نفس الموتر. حرام عليك يا جمعان، حرام عليك، انا خواف قوي. طب هو المكان ده فيه نمور واسود؟ طبعا، عندنا في عمان نمور كثيرة، لكن هي موجودة في الجبال البعيدة، هي ما تجي الا اذا الانسان راح وتحرش فيها. انا ايه اللي دبسني التبيسه السودا دي؟ انا مش عايز اشوف حاجه، بابا هيموتني هيموتني. ما تخافش يا مصطفى، ده ابوك هيموتنا كلنا بكره في المدرسه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تو انت؟ انا ما قبل شويه صادره فيك حكم لا يقبل النقد بانك تمشي بعيد عنا وما تقحيتنا؟ تو مال هذه البغيضه مالش؟ حاشر عمرها؟ اصلا انا ما مزح منش ولا شيء، انا يا اخي امشي في ارض الله الواسعه يعني وكذا. كل هذه الاراضي الشاسعه والجبال والسماء والغيوم وما حصلت بقعه غير عندنا نحن؟ خلاص مريم حرام عليك، ايش تريد في الولد؟ خلي جالس. ايوه صح، انا اصلا ما جاي مع شنتي، انا جاي مع ميمون وفايزه، صح فايزه؟ انا ما طلبت منك تجي معانا وتتلزق فوقنا. كلمتي عاد انت بولسان؟ ما تجي احسن من اخوش انت؟ ما حد غيرك بولسان. بولسان بولسان، والله انا مستغرب يعني ميمونه صراحه مستغرب، انت كيف تمشي مع الليل بغيضات الكريهات الله؟ ايش اسوي؟